specific defense mechanisms أو اللي بيقولوا لهم immunology. للمرة الماضية أخذناهم كانوا non-specific، كتبناهم إذا بتتذكروا باللون الأحمر، قلنا يا بيكونوا خط دفاع أول primary أو خط دفاع تاني. خط الدفاع الأول كان بتضمن physical barrier، بتضمن chemical barrier، وخط الدفاع الثاني كان بيتضمن الفاجوسيتوسيس والإنفلاميشن والفيفر. هلأ نيجي للسبيسيفيك ديفنس ميكانيزم، هدولي ببلشوا أو بيطلعوا لميكروب معين بحد ذاته، واللي بيطلع لميكروب الإنفلونزا غير اللي بيطلع لميكروب مثلا الحمى المرضية. أوكي، كل شيء مخصص هنا، سبيسيفيك محدد. طيب إن هذا الإشي لما بيطلع عنا أو بيطلع دفاع معين ضد ميكروب معين، هذا اللي فعليا بنقول عنه إميونولوجي. إذا بتنتبهوا اللي أخذناه المحاضرة الماضية ما كنا نقول عنه إميونولوجي، كنا نقول ديفنس ميكانيزم، آلية دفاع، بس ما كنا نقول مناعة. تمام، نيجي نشوف هنا شو معرفين لنا الإميونيتي. إميونيتي is the ability of the body to specifically counteract foreign antigen. إيش يعني أنتيجين قبل ما نبلش؟ أنتيجين هو البروتين الغريب عن جسم الإنسان، أي شيء غريب عن جسم الإنسان بيقولوا له أنتيجين، سواء كان بروتين أو معمول من إشي تاني. أوكي؟ أو سواء كان بكتيريا إشي كبير أو بروتين صغير، هذا بيقولوا له أنتيجين. طيب كمان مرة نقرأ التعريف. Immunity is the ability of the body to specifically counteract the foreign antigen. إذا مش specifically ما بنحكي عنها immunity. أوكي؟ طيب نشوف إيش كمان حاكيين عن الimmunity. It is a physiological state conducted by lymphocytes. مين هدول lymphocytes إذا منتذكر؟ هم نوع من أنواع ال white PCs. قلنا في عنا granulocytes و agranulocytes. ال agranulocytes هم lymphocytes، في لهم نوعين اللي هم B lymphocyte و T lymphocyte. اوكي، طيب كمان مرة. It is physiological state conducted by lymphocyte enabling the body to recognize self and non-self. حتى الجسم يعرف الأشياء اللي تابعة له، البروتينات اللي تابعة له، الخلايا اللي تابعة له والنون-سيلف. طبعا المفروض بجسمنا يحارب النون-سيلف. السلف هدول تبعينا، خلايانا إحنا، بروتيناتنا إحنا، المفروض ما نقاتلهم. أوكي، مشكلة كبيرة إذا اتعرفنا على السلف سيلز أو السلف بروتينز، اتعرفنا عليهم إنهم أنتيجينات، ساعتها الجسم ببلش يهاجم حاله وبيظهر عنا مشاكل اللي يسموها أمراض المناعة. طيب إذا الهدف من الإميونيتي، بس على النقطة الأخيرة بعد إذنك، هذا هو أحد أسباب تكون سرطان اللمفوما الغير وراثي؟ ما عندي علم عنه سرطان اللمفوما الغير وراثي، ما عندي علم عنه، بس الإشي الإشي اللي أنا بحكي عنه إشي بيقولوا عنه أوتو إميون ديزيزز، أمراض المناعة الذاتية. أوكي، الليمفوما بيكون زيادة في عدد خلايا الليمفاوية وبتكون أنفكتيف. تمام، بس أنا اللي مش عارف الفرق في الوراثي والغير وراثي، شو الفرق بيناتهم. طيب نكمل مع بعض. إذن الهدف إنه الخلايانا أو جهاز المناعة تبعنا يميز السلف من النون سلف، وإحنا نروح نهاجم النون سلف. أوكي، السلف خليهم بحالهم. And resistance against non-self اللي هم الأنتيجين، هدول هم المفروض إحنا نهاجم. طيب ماشي الحال. قال في عنا نوعين من المناعة، native immunity أو بسموها natural immunity، والله يرضى عليكم اسمها native مش innate immunity. ماشي الحال، في طلاب بالشعب الأولانية كانوا يخربشوا بين الكلمتين. أوكي، native immunity أو natural immunity، وفي عنا acquired immunity. Native أو Natural اللي هي بنحصل عليها بطريقة طبيعية، Artificial أو Acquired اللي هي إحنا بنحصل عليها بطريقة صناعية. أوكي؟ طيب نشوف شو الفرق بين Natural والAcquired. نشوف أول إشي شو حاطين عند Native High، Species Immunity. تمام؟ إنه هي شيء مميز لكل Species.
human may resist some microbes. تمام؟ that can infect animals and vice versa. يعني إحنا مقاوم بعض الأمراض والحيوانات بيصابوا بهاي الأمراض، وممكن الحيوانات يقاوموا نوع تاني من الأمراض وإحنا ننصاب فيه، فهذا إشي خاص بالspecies، هاي natural immunity. طيب racial immunity إنه هي متعلقة بالعرق، يعني مثلا the black people are more susceptible to TB اللي هو cell tuberculosis than white people. يقول لك الناس السود بيصابوا بمرض السل أسهل مما يصابوا فيه البيض. طبعا معظم الأمراض اللي بيعملوا عليها دراسات الأمريكان، لأنه في عندهم عدد من الأمريكان من الأصل الإفريقي، فدائما بيعملوا الدراسات تبعتهم على الأمراض وعلى أي إشي على البلاك والوايت. طيب بعدين هاي الناتشرال شو مالها؟ individual immunity يعني بتتأثر بالجينيتك من الناحية الوراثية، nutrition، sex، هل male ولا female، and في أشياء born with بتصير معانا. طيب acquired immunity هاي إيش؟ بتيجينا مع الوقت. It is specific resistant to infection obtained during the life of the individual. هاي بتيجينا مع الوقت. It results from production of humoral antibodies. هذا المصطلح رح يمر معانا كتير. الأجسام المضادة هي بروتينات بتكون تمشي في مجرى الدم، فبيقولوا عنها المناعة السائلة. طبعا الأنتيبوديز هم بيشكلوا الركن الأساسي في المناعة، فبيقولوا عنها لأنها بتمشي في الدم أو مش خلايا، بيقولوا عنها humoral immunity أو humoral antibodies. فهذا المصطلح بيمرق معانا كتير. humoral يعني سائل. تمام؟ نشوف كمان مرة. It result from production of humoral immunity and cellular immune response. تمام؟ إذن ال acquired immunity بتنتج من ال antibodies، وفي إشي اسمه cellular immunity حنحكي عنه المرة الجاي. لكن إيش اللي بيميز ال natural عن ال acquired؟ It may be long lasting. طيب أوكي لحظة، نيجي نشوف نفس هاي الصورة اللي عرضناها المرة الماضية. احنا المرة الماضية اخذنا الـ innate immunity اللي هي قلنا non-specific، وحكينا في خط دفاع اول وتاني، وحكينا عنهم المرة الماضية، هدولي اللي على الجهة الشمال. نشوف اللي على الجهة اليمين اللي احنا رح ناخدهم اليوم، اللي هي ما بيقولوا عنهم specific immunity او acquired immunity، احنا بنحصل عليها مع الوقت، وهي تعتبر third line of defense، هي بتعتبر خط الدفاع الثالث. هلأ هاي non-specific، عفوا هاي specific immunity أو اللي هي acquired immunity، إحنا بنحصل عليها مع الوقت، ممكن نحصل عليها بشكل natural أو artificial، بشكل طبيعي أو بشكل صناعي. أوكي، naturally acquired أو artificially acquired. الناتشرالي اكوايرد ممكن تكون اكتف او باسيف، برضه الارتفيشيالي ممكن تكون اكتف او باسيف. شو يعني اكتف شو يعني باسيف؟ اكتف يعني احنا جهاز المناعه اشتغل وتعب عبين ما يطلع الاجسام المضاده، باسيف اجتنا الاجسام المضاده على الجاهز. ارتفيشيالي برضه با اكتف او باسيف. كمان مره، الاكتف جسمنا اشتغل عشان يطلع الاجسام المضاده، ارتفيشيالي إيش؟ باسيف، جسمنا إجت الأجسام المضادة على الجاهز. أوكي، نشوف هدول كيف أكتر شوية، وبعدين يحطوا لنا مقارنة ما بين الأكتيف والباسيف. فهلأ في عندي أربع أنواع رئيسية من المناعة أو توصيف للمناعة. في عنا بيقولوا عنها naturally acquired active، natural طريقة طبيعية وجسمنا تعب عبين ما حصل عليها. هاي إمتى بتصير معانا؟ It is the immunity resulting from infection. أنت قاعد بأمان الله، ما رحت على الدكتور، تمام؟ وفلوزت، جدرت، ماشي الحال. خلينا نقول على جدر المي بلاش الفلونزا، لأنه الفلونزا الميكروب بيصير فيه ميوتيشن كتير وبيغلبنا شوي في المناعة. خلينا نحكي عن الجدري، جدر المي اللي بجدر مرة واحدة ما بصير مع جدري مي مرة تانية. ليش؟ لأنه جسمه بيكون أجسام مضادة ضد ميكروب الجدري، فبالتالي ما بصير عنده إيش يصاب فيه مرة تانية. طيب هل هو راح للدكتور علشان يجدر؟ لا، هو قاعد بأمان الله في بيته، وصل له الميكروب بطريقة أو بأخرى بطريقة طبيعية، ماشي الحال. واحد من إخوانه مصاب، هو قاعد بيلعب معاه، انعدى منه، فإذا هاي طريقة طبيعية.
جسمه اشتغل علشان يصاب علشان يصير عنده هاي المناعة. طبعا جسمه لما يصاب بالجدري بيقعد أسبوعين تعبان ماشي الحال، وبيطلع عليه بثور وحالة الدنيا حالة، وبعدين بعد فترة بيطيب من هاي البثور. لكن بعد هيك إذا تعرض لميكروب الجدري كمان مرة ما رح يصاب فيه، يبقى صار عنده مناعة. كمان مرة جسمه اشتغل ولا ما اشتغل عشان يطلع هاي المناعة؟ طبعا اشتغل وتغلب عشان يطلع هاي المناعة. هل اجته بطريقة طبيعية ولا بطريقة صناعية؟ بطريقة طبيعية. طيب نشوف النوع الثاني، naturally passive، naturally acquired و passive immunity. اوكي، اجته بطريقة طبيعية لكن ايش؟ جسمه ما اشتغل علشان يحصل على الاجسام المضادة. امتى بتصير معانا هذا الحكي؟ لما يصير عندنا الاجسام المضادة الهومورال انتي بوديز transferred from mother to fetus. تمام، لما الاجسام المضادة تنتقل من الام للجنين، هذا الاشي طريقة طبيعية. اوكي، لكن الجنين وصلته على البارد المستريح، جهاز المناعة عنده ما اشتغل عشان يحصل الأجسام المضادة، هي انتقلت له عبر المشيمة. It may last up to few months. طبعاً few months تعتبر وقت طويل نسبياً بالنسبة للـ passive immunity، لأنه عادة الـ active immunity أهم مزاياها إنها بتطول في الجسم. الـ passive immunity بتخلص بسرعة، يعني خلال أسبوعين بالكتير بتكون خلصت. فالبيبي لما بياخد أجسام مضادة من أمه، تمام، بتطول معاه، بتقعد few months، بتقعد تقريبا 6 أشهر، فهذه تعتبر فترة طويلة نسبيا بالنسبة للـ passive immunity. طيب نيجي لـ سي وبي، اثنيناتهم سي ودي عفوا، هدول اثنيناتهم artificial، اثنيناتهم بطريقة صناعية. اوكي، نشوف سي artificially و acquired، احنا اخذناها بطريقة artificially و active، احنا اخذناها بطريقة صناعية وجسمنا اشتغل علشان يحصلها. امتى هذه؟ يعني artificially يعني ما اجتني وانا قاعدة في البيت، انا رحت على الدكتور علشان احصل هاي المناعة وخليت جسمي يشتغل برضو عشان أحصل هاي المناعة. إمتى بيصير هذا الحكي؟ achieved by vaccination. الفاكسين أو المطعوم هو عبارة عن بكتيريا ميتة أو ضعيفة بيعطوها للبني آدم اللي بدنا نطعمه، طبعا ما بيصاب بالمرض، لكن هذا الإشي بحفز جهاز المناعة عشان يطلع أجسام مضادة. طبعا كيف بعرف إنه تحفز جهاز المناعة؟ البني آدم اللي من طعمه بيتعب له يوم أو يومين بيصير معاه حرارة، فهذا indication إنه هو جسمه اشتغل وطلع الأجسام المضادة. تمام، نشوف كمان مرة الـ artificially acquired active، هذه achieved by vaccination، التطعيم may be long lasting، بتكون طول العمر. ممكن يقولوا عن التعبير هذا long lasting أو بيقولوا عنه solid immunity، يعني مناعة صلبة أو مناعة مدى العمر. طيب نشوف النوع الأخير artificial لكنها passive، بطريقة صناعية، وبرضو أخذنا الأجسام المضادة على البارد المستريح، ما شغلنا جسمنا. إمتى بصير هذا الفيلم؟ as humoral antibodies، اتفقنا humoral antibodies يعني الأجسام المضادة اللي ماشية في الدم أو المناعة السائلة. human or other mammals، سواء نحكي عن الأجسام المضادة سواء تكونت عند البني آدم أو أي حدا من الثدييات، acquired by injection. كيف يعني؟ هلا تتذكروا لما حكينا عن مرض الكزاز اللي بتعمله التويستريديوم تيتاني، بتعمل تيتانوس قلنا، صح؟ هلا قلنا أي واحد بنفشخ بحديدة مصدية أو بغز بإجره مسمار، بنروح على طول بنشك إنه يصير معاه مرض الكزاز، فقبل ما تبلش الأعراض بناخده على المستشفى بيعطوه إبرة كزاز. شو هي إبرة الكزاز؟ إبرة الكزاز عبارة عن أجسام مضادة جاهزة. منين حصلوها؟ حصلوها من حدا من الثدييات، عادة بيغزوا الميكروب بحيوان شو اسمه كبير بيتحمل زي الحصان، بيستنوا عليه أسبوعين زمان يجهز الأجسام المضادة أو جسمه يصنع الأجسام المضادة، وإحنا بناخد من الأجسام المضادة ومنروح منغزها بإيش؟ بالبني آدم اللي انغز بالمسمار المصدي أو اللي انفشخ بالحديدة. أوكي، يبقى هيك إحنا جسمنا اشتغل عشان يحصل الأجسام المضادة؟ لا، مش جسمنا اللي اشتغل، جسم الحصان اللي اشتغل عشان يحصل
الأجسام المضادة إحنا أخذناهم على البارد المستريح. هل هذا منقول عنه مطعوم؟ ما منقول عنه مطعوم. رقم C اللي كنا منقول عنه مطعوم، تمام؟ رقم D ما منقول عنه مطعوم، منقول عنه مصل. أوكي، مصل. ليش مصل؟ لأنه أجسام مضادة جاهزة، جسمنا ما تعب فيها، حصلناها بطريقة طبيعية ولا صناعية؟ بطريقة صناعية. هلأ هون حاطط لنا مقارنة بين الطريقة الطبيعية، بين عفوا الأكتف إميونيتي والباسف إميونيتي. الأكتف اللي جسمك اشتغل عشان يطلعها، الباسف جسمك أخذها على البارد المستريح. كيف؟ شو الفروقات بيناتهم؟ نشوف حبة حبة. أول إشي هون acquired after exposure to infection against life أو weak أو killed أو genetically prepared. دقيقة شوية أنا أسكر الباب هناك لأن الصوت. قلنا الـ active immunity acquired after exposure لميكروب، سواء هذا الميكروب كان عايش أو ضعيف أو ميت، أو إحنا ماخدين جزء من الميكروب ومدخلينه على البني آدم. جسمك رح يتعرف عليه على إنه جسم غريب، رح يتعرف عليه إنه أنتيجين، رح يطلع له أجسام مضادة، بس رح يطول عبين ما يطلع الأجسام المضادة. أول مرة جسمنا عبين ما يتعرف على الإشي الغريب ويطلع له أجسام مضادة بياخد تقريبا أسبوعين، ماشي؟ فهاي فترة طويلة نسبيا، أنت بتكون خلالها مرضت ورحت على الدكتور وأخذت دواء عشان تطيب. لكن الباسيف إميونيتي هذه acquired after injection of ready-made antibodies. الباسيف إميونيتي إحنا الأجسام المضادة بناخدها على البارد المستريح. طيب الفرق الثاني، الاكتيف اميونيتي نيد تايم تو ستارت اتس افكت، خاصه زي ما قلنا اول مره عشان جسمنا يطلع الاجسام المضاده بدنا تقريبا اسبوعين، تمام؟ بينما الباسيف اميونيتي متى ما وجدت الاجسام المضاده اكزارت اتس افكت دايركتلي، مجرد ما تاخذ ابره الكزاز بتبلش تشتغل على طول. طيب رقم ثلاثة، الأكتيف إميونيتي لاست لونجر، بتطول، بتقعد سنين and maybe life long. وقلنا تعبير life long بيقولوا عنه مرات solid immunity، مناعة صلبة طول العمر. لكن الباسيف إميونيتي لاست شورت، لمدة أسابيع. أوكي طيب نشوف رقم أربعة، زي ما قلنا هون عفوا الباسيف إميونيتي لاست شورت اللي هم ويكس، زي ما قلنا عن البيبي صغير اللي أخذ الأجسام المضادة من أمه قديش قلنا بتصمد معاه few months لحد 6 أشهر، وقلنا هدول 6 أشهر بالنسبة لباسيف إميونيتي بيعتبروا كتير. أوكي لأنه عادة الباسيف إميونيتي نتطلع تحت last short مجرد أسابيع. طيب نشوف الأكتيف إميونيتي used mainly for prevention، إحنا بنعطي المطاعيم تبعت الأولاد الصغار وقبل ما يصير عمرهم 2 سنين على أساس المرحلة الحرجة من حياتهم يكونوا المطاعيم يحموهم، ما بنعطيهم للكبار بالعمر، قليل ما نحتاج مطاعيم للكبار في العمر. لكن passive immunity used to treat patient، بدنا ساعة الساعة هو انفشخ بالحديدة المصدية فات عنده ميكروب القزاز، أنا بدي أخلص من الميكروب بساعة الساعة، فإذا هذا treatment، بينما active immunity كانت للprevention. الأكتيف إميونيتي آخر شيء rare to cause allergy، ليه؟ لأنه جسمك already هو اللي صنع الأجسام المضادة. لكن بالباسيف إميونيتي إحنا منين جايبينها؟ قلنا جايبينها من حصان أو من بني آدم تاني، فبالتالي أي إشي جايينا من كائن حي آخر عادة جسمك بيرفضه، أو في نسبة رفض عند بعض الأشخاص اللي هي الحساسية، أوكي؟ اللي بنقول عنها الألرجي. حدا عنده سؤال لهون؟ طيب نكمل. يبقى موضوع الأكتيف والباسيف إميونيتي يفترض إنه واضح بالنسبة لنا. نيجي للأنتيجين، أنتيجين اللي هو قلنا الإشي الغريب عن جسم الإنسان. أنتيجين
An antigen is a foreign chemical substance. مادة كيميائية غريبة. شو بتعمل عنا إذا إجت؟ That causes the body to produce specific antibodies. إذا فات عندي الانتيجين، إذا فات الميكروب، بخلي جسمي يطلع antibodies. Okay. That the antigen then combine with. وبيرتبط الانتيجين بالانتيبادي وبيخرب الانتيجين وبنخلص منه. Usually it is not part of body chemistry. مين هو اللي not part of body chemistry؟ الانتيجين ولا الانتيبادي؟ الانتيجين اللي هو ايش not part of body chemistry، لانه الانتيبادي انت جسمك اوريدي هو صنعه، هو جزء منك، لكن الانتيجين هو الغريب عنك. فهون لما بيقولوا لك it is not part of body chemistry قصدهم عن الانتيجين. طيب نشوف رقم 2 complete. في اشي عنا اسمه complete antigen وفي اشي اسمه incomplete antigen، نحكيهم مع بعض عشان نشوف الفرق بيناتهم. هي هون complete antigen ورقم 6 incomplete antigen بيقولوا له هابتن. اوكي نرجع محل ما نحن. هلا تفضل. انا الصوت عندي مشوش. الهواية، انتو الهواية مضايقاكم. اوكي هاي طفينا الهواية، هيك احسن. لا 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 بعيني الله معرفتكم. طيب نشوف عنا هون الكمبليت انتيجين. شو بيقول لي؟ انه الكمبليت انتيجين possess immunogenicity. كيف يعني؟ في اشي اسمه الانتيجين، يعني البروتين او الكيميكال هذا الغريب عنا، تمام، ممكن نعبر عنه، ممكن يكون كبير، بنقول عنه complete antigen. اوكي شو يعني برضو complete antigen؟ possess immunogenicity. وبرضو شو يعني possess immunogenicity؟ الimmunogenicity هي القدرة to stimulate the antibody formation and reactivity، يعني بيحفز جسمنا انه يصنع اجسام مضادة وانها تتفاعل معه. اوكي هذا الاشي منيح ولا مش منيح؟ يعني منيح اكيد منيح. اوكي يعني اذا هو الانتيجين فات لعنا وهو كومبليت انتيجين، على طول جسمنا بيلقطه وبيطلع له اجسام مضاده وبيتخلص منه. منيح. لكن نشوف رقم 6، بدي افشي انا هذول برجع لهم بعدين. نشوف رقم 6 الهابتن اللي هو انكومبليت انتيجين، تمام. شو ماله هدول؟ is a molecule، طبعا عادة بيكون صغير شوي، that has reactivity، تمام، يعني عنده القدرة على الارتباط مع الانتيبادي but not immunogenicity، ما بحفز جهاز المناعة. اوكي طبعا هذا بشكل مشكلة كبيرة عنا، انه ساعتها الانتيجين بفوت لجسمنا وبيزرق بدون ما جسمنا يلقطه او ياخذ له اجراء تصحيحي، فبالتالي احنا بنمرض. مشان هيك مرات لما بيكون الانتيجين صغير او هو اللي بيقولوا عنه الهابتن، بيحاولوا يكبروه، بيحاولوا يربطوه مع مولكيول كبير او يركبوه على مولكيول كبير عشان يحفز جهاز المناعه، اذا انا كنت بدي استخدمه لمثلا مطاعيم او شيء زي هيك. كمان مره، الكومبليت انتيجين بيملك immunogenicity and reactivity، لكن الهابتن اللي هو incomplete antigen has reactivity لكن ما في له immunogenicity. هذا هو الفرق ما بيناتهم، وعادة الهابتن بيكون صغير كتير. most antigens، الانتيجين هذا من ايش معمول؟ قلنا يا بروتين او نيوكلي بروتين او لايبوبروتين او لارج بوليساكرايد. يبقى الانتيجين يا بروتين يا بوليساكرايد او لايبوبروتين او نيوكليوبروتين. بحد ذاته وجوده كونه اشي غريب عن جسمنا، فمعناته رح يحفز جهاز المناعة. ممكن يكون كبير كبكتيريا، ممكن يكون صغير كبروتين او بوليساكرايد. اوكي فهذا هو الانتيجين، بس لازم الشرط الرئيسي انه يكون غريب عنا. Specific sites on the surface of antigen that combine with antibody are called antigenic determinant group. تمام؟ في أماكن معينة على سطح الأنتيجين بيرتبط فيها الأنتيبادي بسموها antigen determinant group.
من رح نشوف فيديو بآخر المحاضرة بيبين معانا بعض الأشياء هاي اللي مبهمة هون. The number of this group is the valence. برضو هذا حنحكي عنه بالفيديو. Most antigens are multivalent. طيب نيجي هلأ نشوف الانتيبوديز. والله يرضى عليكم، ركزوا منيح منيح منيح، لأن موضوع الانتيبوديز مهم كتير كتير كتير. بيتهيأ لي ما أخدتوهوش بمادة قبل هيك وهو جديد عليكم، فنطول بالنا شوي. الانتيبوديز اللي هم الأجسام المضادة، هدول اللي جسمنا بيصنعهم عشان يقاتل الميكروبات. An antibody is a protein produced by the body. ليش طلعنا؟ In response to the presence of an antigen. حلو، يعني احنا طلعنا الانتيبودي هذا اللي شكله زي حرف الواي علشان ايش؟ فات عنا antigen. And is capable of combining specifically with the antigen. احنا بنحكي عن specific immunity، بنكتب بالأزرق. اوكي؟ طيب اذا هو هذا الانتيبادي capable of combining with the antigen بشكل specific. طيب ايش هو هذا الانتيبادي؟ من ايش معمول؟ شقفة بلاستيكة، خشبة، بروتين، شو دينه؟ هلا هو عبارة عن اربعة polypeptide chains، اربع سلاسل بيبتيدية، كل تنين شبه بعض. ماشي، هي في عندك ازرق وازرق وفي عندك زهري وزهري. اوكي، يبقى اربعة polypeptide chain كل تنتين منهم شبه بعض. الزرق شو بيقولوا عنهم؟ كاتبين لك هون heavy chain، والزهريين كاتبين عنهم light chain. تمام، يبقى في تنتين polypeptide كبار بيقولوا عنهم heavy chain، وتنتين صغار بيقولوا عنهم light chain. اوكي، عندي الشعبة هون راس حرف الواي، هون هذا الجزء هو اللي بيرتبط مع الانتيجين. شو بيقولوا لك هون؟ عنده كاتبين antigen binding site. اوكي، طيب ماشي الحال. هل الانتيجينات في الدنيا محصورة؟ يعني عندك اربع خمس انتيجينات في الدنيا ولا كتار الانتيجينات؟ طبعا كتار كتير، عدد لا نهائي من الاشياء الغريبة اللي ممكن تدخل لجسمك. فاذا الانتيجين binding site هنا is variable، حسب نوع الانتيجين رح يتغير هذا الانتيجين بايندينج سايت حسب نوع الانتيجين. فبيسموها هاي المنطقه اللي هي بالفاحي شويه، سواء من الازرق او الزهري، هاي بيقولوا عنها فاريبل تشين، وهون بيقولوا عنها الفاريبل تشين. اوكي، لكن لقوا انه في عنا بس خمس انواع من الهيفي تشين، وفعليا بتحدد لي خمس انواع من الاجسام المضاده. اوكي، هلا بنيجي لعندهم وبنحكي عنهم. إحنا حكينا إذن رقم واحد إنه الأجسام المضادة شغلتها ترتبط بالأنتيجينات الغريبة. طيب إيش النقطة الثانية بتقول؟ Antibodies are globulins. شو يعني globulin؟ globulin هو البروتين اللي مدحبر على حاله، بيقولوا عنه الجلوبيولين. كيف يعني؟ ليش في بروتينات مش مدحبرة؟ في بروتينات بتيجي خيطية، مثلا زي الإلاستين والكيراتين تيجي بروتينات خيطية، لكن بروتين اللي بشكل الانتيبادي هو عبارة عن جلوبيولين مدحبر. زي كيف في عنا اشي مشهور كتير بنعرفه، مثلا زي الهيموغلوبين. هيموغلوبين البروتين الرئيسي في الدم، انت بتقول هيموغلوبين، جلوبين او هيموغلوبيلين، اللي هو ايش؟ زي ما قلنا بروتين ملفلف حوالين حاله مش خيطي. Thus they are called sometimes، بقولوا لهم immunoglobulin، يعني الانتيبوديز لهم اسم تاني بقولوا عنهم immunoglobulin. ليش هيك سموهم immuno؟ لأنهم مسؤولين عن المناعة، وglobulin لأنه إيش؟ بلفلف حوالين حاله هذا إيش؟ البروتين. وبيختصروهم كونه سميناهم immunoglobulin، بيختصروهم IG، وهذا الرمز كتير مشهور وكتير رح نشوفه. طيب الملاحظة الثالثة بتقولنا immunoglobulins. مين immunoglobulins؟ الانتيبوديز. immunoglobulins is found in bloodstream. تمام، عفوا in blood serum. قلنا الدم معمول من خلايا ومن السيرم، والسيرم ايش فيه؟ مية واملاح وبروتينات ومواد غذائية والى اخره، وفيه ايش؟ البروتينات الدايبة هاي اللي هي الاميونوغلوبيولين. عشان هيك كونها دايبة فيه سميناها هومرال اميونيتي، المناعة السائلة. تمام،
and when separated by electrophoresis. مين اللي بدهم يفصلون by electrophoresis؟ الأجسام المضادة. شو هو هذا الإلكتروفوريسيس؟ هي طرق من طرق الفصل الكيميائي بواسطة من طرق الفصل الكهربائي. are found in the globulin fraction of serum. تمام، وبالتالي بسموهم جاما جلوبيولين بناء على المنطقة اللي بيتركزوا فيها. طبعا إذا بتتذكروا أو إذا أخذتوا بزماناتكم الإلكتروفوريسيس اللي هو الفصل الكهربائي اللي بيستخدموه لفصل البروتينات، فبينفصلوا البروتينات حسب شحنتهم وحسب كتلتهم، فهم بيتواجدوا في منطقة بسموها الجاما ريجون، فمشان هيك بسموهم جاما جلوبيولين. هذا الإشي مش كتير حيمرق معانا ومش كتير بهمنا. أربعة، الانتيبوديز ار كومبوزد اوف فور بوليبيبتايد تشين. منين صاروا أربعة؟ ما قلنا اتنين زرو واتنين زهري، اتنين واتنين أربعة. اوكي ماشي، أربعة بوليبيبتايد تشينز. اوكي بس ما أنا قلت أربعة أنواع من البوليبيبتايد، نوعين من البوليبيبتايد، لكن كم تشين؟ أربعة تشينز. طيب تو ايدنتيكال هيفي and two identical light chain، تنتين زرق اللي هم الهيفي وتنتين لايت اللي هم الزهريين. طيب ماشي الحال، نشوف رقم خمسة. there are five types of heavy chain. زي ما قلنا الهيفي تشين هذه اللي موجودة في جسمنا بهاي المنطقة، الهيفي تشين بسموها هذه المنطقة من الهيفي تشين بيقول عنها constant، constant إنها ثابتة. زي نشوف الرسم الثانية تحت، لقوا إنه هاي المنطقة هي محدد لك إياها الجزء السفلي من الهيفي تشين بيكون عادة ثابت isotype determinant، يا بتكون حاطين لك الرموز هدولي اللي هم باللاتيني اللي هم كاتب لك إياهم بالإنجليزي اللي هم جاما وألفا وميو دلتا وإبسلون. أنا حافظة ميو وإبسلون، مرات بتذكر دلتا مرات ما بتذكرهاش. طيب according to its name of antibody. أوكي، يبقى أكم نوع من الأجسام المضادة بناء على الهيفي تشين راح نلاقي المفروض خمس أنواع من الهيفي تشينز. أوكي، خمس أنواع من الكونستانت هيفي تشين. أوكي طيب there are two types of light chain اللي هم كابا ولمدا، هذول الزهريين في منهم نوعين، هاي هنا موضح لي إياهم تحت. ماشي الحال، اللي هم هذول اللايت تشين، في عنا طبعا بيحكي عن الجهة الكونستانت واللي هون ولا الجهة هون اللي بتتغير مع الأنتيجين، بيحكي عن الجهة الكونستانت. ماشي، شو بقولوا لهم؟ كابا ولمدا تشين. هلا الإشي هذا كيف ملزق على بعضه؟ الأنتيبادي هذا كيف ملزق الشقف هاي على بعضها؟ شايفين اس 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 ايش هذولي؟ بسموهم دايسلفايد بريدجز. تمام، روابط كبريتية بتربط السلاسل البيبتيدية مع بعض. طبعا هي مش روابط هيدروجينية كوفيلنت بوند، بتكون قوية كتير، فبالتالي بفرطش الاميونوجلوبيولين هذولي السلاسل البيبتيدية ما بتفرط عن بعض. طيب نطلع هنا بالرسمة التحتانية، شايفين لي كيف هنا هاي الاشي الاصفر او البرتقاني هو الانتيجين بايندينج في المنطقة زي ما قلنا هاي اللي لونها أفتح من الباقي، هي اللي بتكون متغيرة حسب تغير الأنتيجين. أوكي طيب نشوف شو شغلته الأنتيبودي في الدنيا، أو نكمل حكي عنه بعدين نشوف شو شغلته. رقم سبعة بيقول لي with each chain. أوكي with each chain هم كم chain حكينا؟ أربعة. في كل chain في عنا variable portion اللي هي احنا حاطين عليها دويرة حمراء، كاتبينها هنا بالاحمر، حاطين عليها دويرة حمراء. اوكي، فمن الجهة اليمين في عندك الفاريبل تشين من اللايت وفاريبل تشين من الهيفي، وهنا فاريبل تشين من الهيفي وفاريبل تشين من اللايت. وليش فاريبل؟ لانهم حيرتبطوا بالانتيجين، والانتيجينات في الدنيا كتير متغيرة. تمام، فهذولي لازم يكونوا متغيرين بتغير نوع الانتيجين. where antigen bonding occur and a constant portion. وين الكونستانت؟ دور على الدوائر الخضراء تحت، هذا هو الكونستانت بورشن، بياخذ معظم الهيفي تمام وجزء من اللايت تشين، which serve بين قوسين
as a basis for distinguishing the class of antibodies. زي ما اتفقنا كم نوع إن من الانتيبوديز 5. طيب نشوف النقطة الأخيرة serum antibody level اللي هو يعني قديش في عنا أجسام مضادة في الدم، هذا بسموه serum antibody level. upon birth لما بينولد الواحد بيكون عنده IgG antibodies. مين هذا ال IgG؟ اتفقنا Ig هاي immunoglobulin. immunoglobulin من نوع G. اوكي لما بينولد الطفل بيكون عنده IgG antibodies. منين هدول جايينه؟ as his mother. تمام it transfer from his mother to him. طيب ماشي الحال. and he has no other types of antibodies. بس عنده اللي ماخدهم من امه. نتذكر هدول natural active ولا natural passive؟ هدول يعتبروا active دكتورة. لا هدول natural passive. اوكي. مش هدول يعتبروا passive فترتهم 6 شهور؟ اه passive. passive. اوكي. إذا natural و passive أخذهم بطريقة طبيعية من أمه وهو ما اشتغل أخذهم على البارد المستريح فهي passive immunity. تمام؟ اتفقنا إنه he has no other types of antibodies. The baby start to form his own antibodies gradually وعبين ما يوصل his where he reaches the adult serum level of all antibody after 2 years old. بعد سنتين تمام من العمر بيوصل إيش كأنه الانتيبودي ليفل زيه زي الأدلت. مشان هيك قبل عمر السنتين إحنا بنحاول نحمي الطفل ونعطيه المطاعيم على عمر صغير البدري علشان يحموا جسمه. بالإضافة لهذا الحكي بتلاقي الولاد الصغار تحت العمر السنتين بيصير معاهم انفكشنز لأمراض غريبة ما بتصير مع الكبار. ليه؟ لأنه مناعتهم بتضلها أضعف ومور سستبل للمايكرو أورجانيزمز. طيب نيجي نشوف شوية ملاحظات على الكونسنت أند فاريبل ريجن إن ذا لايت أند هيفي تشين. المفروض هلا هدول الكلمات صاروا واضحين بالنسبة لنا في كونسنت وفي فاريبل تشين بالهيفي وباللايت. طيب شو بيقول لي؟ لترانسفيرد أي جي جي أنتي بوديز decrease gradually. كل ما بيكبر البيبي ببلش يخف الأجسام المضادة هدول اللي أخذهم من أمه اللي قلنا ماكسيمم بتضلها لحد 6 أشهر. at the same time his self-made antibody replace الانتيبوديز اللي ما أخذها من أمه. أوكي يعني شوي شوي الـ IgG بيقله وبيبلش جسمه يطلع أجسام مضادة حسب إحنا إيش بنعطيه مطاعيم حسب إحنا إيش بيتعرض عنا الطفل لميكروبات بلش جسمه يصنع أجسام مضادة. That's why immunization programs start early in order to protect the baby before losing all the transferred antibodies. لازم نبلش في المطاعيم على البدري قبل ما يخسر المناعة اللي ما أخذها من أمه. إذا صدف طبعاً هو إيش ما أخذ من أمه اتفقنا IgG. فعليا الـ IgG صغير حجمه صغير هو اللي بيقدر يعبر عبر المشيمة. لكن لو احنا فحصنا دم البيبي ولقينا عنده IgM antibodies الـ IgM هدول كبار معناته البيبي هدول مش ماخدهم من امه، هدول صار عنده infection وجسمه طلع الـ IgM antibodies عشان يخلص من الميكروبات بسرعة. نشوف شو كاتبين. If a newly born baby has IgM antibodies in his serum, a recent infection is suspected. معناته لقيت له إشي من الجو. As the IgM antibodies is the first antibody to appear after infection. Then IgG antibodies. ماشي الحال. عادة الـ IgM هو اللي بيظهر في بداية الانفكشن. كيف لما قلنا بيفوت ميكروب إذا بدنا نعمل فاجوسيتوسيس مين اللي استجابته أسرع إشي؟ قلنا النيوتروفيلز هم اللي أسرع إشي. بعدين بيجوا الماكروفيجز نفس المبدأ هنا. مين أسرع واحد في الاستجابة بالأنتيبوديز؟ أسرع واحد في الاستجابة بالأنتيبوديز اللي هو الـ IgM لأنه شكله مميز عن باقي الأجسام المضادة. طيب احط لكم اياها بعدين قبل ما ابعث لكم اياها. طيب الـ
IgG antibodies are the most prevalent in serum. أكثر إشي تواجداً في السيروم. تمام؟ They provide natural acquired passive immunity اللي إجت من الأم للجنين. طيب شو شغلة الIgG هذا؟ Neutralize bacterial toxin and enhance phagocytosis. هو يعني اللي بده يعمل phagocytosis الIgG؟ قلنا مش هو اللي بيعمل النيتروفيلز هم اللي بيعملوا فاجوسيتوسيس، بس قلنا هو بيساعدهم. كيف بيعمل اوبسونايزيشن؟ هو بيكون حلقة الوصل ما بين الانتيجين وما بين الماكروفيج. اوكي، هذا اخذناه بإيش اسمه الاوبسونايزيشن المرة الماضية. الاي جي جي بيكون زي حرف الواي واحدة بس. هلأ الاي جي ام هو اميونوغلوبيلين كبير، بيكون خمس جزيئات من الواي مرتبطين مع بعض. اصبروا علي شوي، انا بركي اعرف قديش اجيب لكم اياهم على السريع. اقول لكم صوره بجيبهم اياها. نشوف عنا هون الاي جي ام انتيبوديز، زي ما قلنا هو اميونوجلوبيلين كبير. تمام، هو مسؤول عن الاجلوتينيشن. تمام، لانه كبير عباره عن خمس جزيئات من حرف الواي مع بعض، يعني اكمل بوليبيبتايد تشين كل واحده فيها أربعة في خمسة عشرين، يعني 20 بوليبيبتايد تشين مع بعض. اوكي، عاملين زي شكل خماسي، كل واحد فيهم بيقدر يرتبط في انتيجين، فمشان هيك هو بيعمل اجلوتينيشن، بيعمل تخثر للانتيجين اللي داخل، بالاضافه انه بيعمل شيء اسمه كومبليمنت فيكسيشن. خلي الكومبليمنت في حاله، بنحكي عنه بالاخر شوي. بعدين في عندي نوع تاني بصفى عندنا لحد هلا الاي جي جي اصغر واحد، هو اللي بينتقل من الام للجنين، والاي جي ام اكبر واحد، عشان هيك هو اللي مسؤول او بيظهر في بدايه الانفكشن، لانه بيعمل اجلوتينيشن، لانه فعليا خماسي. طيب الاي جي اي انتي بوديز هذول شو شغلتهم؟ بروتكت ذا ميكوزال سيرفيس فروم انفيجن اوف باثوجين. الاي جي دي هذول ابير تو تريجر بي سيلز. مين هذول البي سيلز؟ قصدهم البي لينفوسايت. البي لينفوسايت اللي هم فعليا بيطلعوا الاجسام المضاده. مش في عندنا قلنا تي لينفوسايت وبي لينفوسايت؟ مين اللي بيطلع اجسام مضاده؟ البي لينفوسايت. كمان مره، الاي جي اي تي انتي بوديز ابير تو تريجر البي لينفوسايت تو بروديوس سبيسيفيك انتي بوديز. هم الاي جي دي هم اللي بيخلوا البي سيلز يطلعوا نوع معين من الاجسام المضاده. شو بيقولنا بين قوسين بيوضح الفكره اكثر؟ Initial receptors on B lymphocyte, then it change. وبعدين بصير عنا ال IgM يطلع أكتر. أوكي؟ خليها هادي لما بناخد كيف. اليوم رح ناخد الانتيبوديز، بعد العيد على خير إن شاء الله بناخد السيلولر immunity، بعد ما نشوف كل أنواع الإميونيتي. تمام؟ بعدين بنشوف لما تفوت بكتيريا كيف الجسم بيتصرف، هل بيتصرف phagocytosis، هل بيتصرف inflammation، هل بيتصرف antibodies. تمام؟ بنشوف تتابع الأحداث، مين اللي أسرع من مين في الاستجابة. لكن في البداية بدنا نتعرف عن كل إشي لحاله، وبعدين بنرتب الأمور مع بعض. طيب نيجي لرقم خمسة، في آخر واحد الأجسام المضادة هو الـ IgE antibodies are involved in the allergic reaction. هم المسؤولين عن إيش؟ الحساسية. آخر ملاحظة، أن الـ IgG antibodies can transfer transplacental. ليه؟ لأنه قلنا هم الصغار. Other antibodies cannot. ليش؟ As an IgG has the smallest molecular weight. الـ IgM أكبر واحد بالmolecular weight. نيجي نشوف هنا، هذه صورة بتورجينا الفانكشنز تبع الأجسام المضادة، وبعدين هو بيحكي لي إياهم حكي بالكتاب شو وظيفة الأجسام المضادة. نشوف أول شيء قلنا مين اللي بيطلع لنا الأجسام المضادة؟ البي سيلز. هيها طلعت الأجسام المضادة. ليه طلعتهم؟ قال عشان هي لقت ميكروب ارتبطت فيه، فهذا الشيء بحد ذاته بيكون محفز للبي لينفوسايت إنها تطلع الأجسام المضادة. طيب طلعوا معنا الأجسام المضادة، شو بدهم يعملوا؟ اللي هم الخمس أنواع. أول إشي ممكن يعملوا neutralization of microbe and toxin، بيرتبطوا في الميكروب بموتوه، أو حتى لو اللي فايت سم البكتيريا، سواء الإكزوتوكسين مثلا. الإكزوتوكسين هو عبارة عن بروتين أو بوليساكرايد، فهم
طبعا هو مولكيول، كيف بدهم يموتوا؟ ما بيموت، لكن هم بيرتبطوا بالجزء الأسوأ منه أو الجزء اللي بيسبب مشاكل للإنسان، فبيعملوا له نيوتراليزيشن. عشان هيك بقول لك نيوتراليزيشن اوف مايكروب اند توكسين، الميكروب بيقتلوه والتوكسين بيخبوا على الجزء الضار منه بحيث لو ضلوا موجود ما يأذي البني آدم. طيب ايش في وظيفة تانية بيعملوها؟ اللي هي اوبسونايزيشن اند فاجوسايتوسيس، بس انهم مش هم اللي بيعملوا فاجوسايتوسيس، انهانسنج فاجوسايتوسيس اوف ميكروبس. اوكي، لانه انت بدك تاخذ بعين الاعتبار ان الاجسام المضاده حجمها صغير بالنسبه للخلايا البكتيريه او لخلايا جسمنا. كيف الاوبسونايزيشن؟ نتذكر هاي الماكروفيج او الفاجوسايت، تمام، وهي الاجسام المضاده هي حلقه الوصل ما بين خليتنا تبعت اللي بدها تعمل فاجوسايتوسيس والميكروب اللي فايت لعنا. اوكي، هون لما بيكون كاتب لك اف سي ريسبتر، اف سي ريسبتر هي المستقبل تبع الاجسام المضاده على خلايا الدم البيضاء تبعتنا، في له مكان معين يرتبط فيه الاجسام المضاده، المستقبل هذا بسموه اف سي فراجمنت، تمام، مش مشكله خليه في حاله. طيب نشوف بعدين ايش في طريقه ثانيه بيشتغلوا فيها الاجسام المضاده، انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي، يعني الجسم المضاد تبعنا هون ما بيكون إله ريسبتر على الفاجوسايت، هون إله ريسبتر وين؟ على نوع من الخلايا بسموهم سايتوتوكسيك سيلز أو بسموهم ناتشرال كيلرز، طبعا هم نوع من التي ليمفوسايت. أوكي، هدول الناتشرال كيلرز مجرد ما ارتبط الجسم المضاد بالناتشرال كيلر بحفز الناتشرال كيلر عشان إيش؟ تاكل الميكروب هذا أو الدم اللي بيطلع كيميكلز اللي بيقولوا عنهم سايتوكاينز وبدمر الانتيجين او الميكروب اللي فات لعنا. اوكي، عشان هيك بيقولوا لنا انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. اذا ملاحظين بالاوبسونايزيشن والسايتوتوكسيسيتي الانتي بوديز كانت حلقه وصل ما بين خليتنا وما بين الانتيجين، هون هي خليتنا وهي الانتيجين. طيب نيجي لآخر ثلاث طرق بيشتغل فيهم الأجسام المضادة، هم شوفوا لي السهم آخر سهم هذا شو ماله، بيعملوا complement activation. شو هو complement activation؟ complement هو بروتينات، تمام، كل واحد بحفز الثاني. كيف عنا البروتينات تبعت اللي بيعملوا الكاسكيد تبع blood coagulation تخثر الدم؟ أوكي، نفس المبدأ تبع تخثر الدم، كل واحد بيحفز الثاني 13 بروتين بينتهوا انه بالنهايه بصير في خثره دمويه. هدول الكومبلمنت نفس الشيء، كذا بروتين بيعملوا اكتيفيشن لبعض، بالنهايه نتيجه الكومبلمنت اكتيفيشن بيطلع عندنا ثلاث احداث رئيسيه، اما اول شيء فاجوسايتوسيس اوف مايكرو اوبسونايزد وذ كومبلمنت فراجمنت، ماشي الحال، يعني الكومبلمنت كان هو اللي بيسهل الفاجوسايتوسيس للبروتينات، هاي هي اللي سهلت عملية الفاجوسايتوسيس مش الانتيبوديز، أو الكومبليمنت هذا بروتينات الكومبليمنت هي ساهمت في الانفلاميشن، أو الكومبليمنت البروتينات هاي هي أدت إلى اللايسيس أوف ميكرو. يبقى الأجسام المضادة شو بتعمل، شو شغلتها؟ يا بتعمل نيوتراليزيشن للميكروب أو للتوكسين، أو بتعمل أوبسونايزيشن بتسهل الفاجوسايتوسيس، أو بتسهل عملية أو شغل الناتشرال كيلر سيلز، أو بتحفز الكومبليمنت سيستم. الكومبليمنت سيستم شو شغلته؟ يا بيعمل فاجوسيتوسيس مباشرة، أو بيعمل انفلاميشن أو لايسيس أوف ذا مايكرو. هذا الإشي مشروح عنا هنا بآخر شيء types of specific immune response، إما humoral immunity اللي إحنا بهمنا هلأ، أو cellular immunity اللي إحنا حناخده ما بعد العيد على خير إن شاء الله. أوكي، نشيك بس على الهمورال إميونيتي اللي نحن أخذناه اللي هو الأجسام المضادة، characterized by the production of antibodies. شو هدف الأنتيبوديز؟ to combat the invaders، يقاتلوا الميكروب اللي دخل عنا. مين طلعهم؟ البي لينفوسايت، are the cells that synthesize and excrete these antibodies. the amount of antibody in serum بسموه الأنتيبودي تايتر، لازم يوصل الانتيبودي تايتر لحد معين علشان يكون افكتيف عشان نقدر ندافع عن الجسم. The response of
of the body to the first contact with antigen called the primary response. هذا الشيء كتير مهم اللي هو the primary response. إحنا جسمنا عشان يطلع أجسام مضادة لأول مرة بيطول، قلنا بيقعد حوالي أسبوعين. لكن secondary response متى ما جسمنا جهز أجسام مضادة خلال أول أسبوعين، متى ما مرق علينا الأنتيجين كمان مرة فبتكون الاستجابة لحظية. كمان مرة، the response of the body to the first contact with antigen is called primary response. Subsequent contact with the same antigen result in very high antibody titer. بيطلع كمية أجسام مضادة كتير. ليش؟ لأنه إحنا صار في عنا قلنا خلايا ذاكرة من البي لينفوسايت، رح نشرحهم المرة الجاية. And is called a monistic response أو اللي بيقولوا له secondary response. يعني primary response بطيء لكن secondary response سريع. The primary response بدنا وقت عبين ما نعمل أجسام مضادة، بدنا وقت عبين ما نعمل memory cells، لكن secondary immune response بيكون جاهز، كل شيء موجود، بس اللهم يتكاتروا عشان يطلعوا أجسام مضادة بشكل كبير. The basis for immunization against certain diseases. هنا حكينا شو وظيفة الأجسام المضادة، opsonization, neutralization and complement. اوكي، يبقى هون بس نأكد عليكم انه هذا نحنا اللي اخذنا اليوم. Acquired specific immunity, natural or artificial، ممكن تكون active أو passive. بتشمل الانتيبوديز، البي لينفوسايت، التي سيلز واكسسوري سيلز والسيتوكاينز، الكيميكالز اللي بيفرزوا لي اياهم الاجسام، اللي بيفرزوا لي اياهم الخلايا الدم البيضاء. اوكي، هذاك هذا شو بيقولوا له خط الدفاع الثالث، بينما خط الدفاع الاول والثاني كانوا نون سبيسيفيك. خط الدفاع الثالث